بعد ما شالينا الاستضافة هندخل في المرحلة التانية. في المرحلة دي هندخل على حساب جودادي بتاعنا علشان نعمل سيت اب للهوستنج اكونت بتاعنا ونركب الدومين نيم اللي احنا اشتريناه مع الاستضافة بتاعتنا. هنكتب هنا، هندخل على اللوجن، هنكتب الاي دي بتاعنا وهنكتب الباسورد وهنضغط على لوجن، علامة السهم اللي قدامنا ده. هيدخل لنا بالفعل على حسابنا ده الكنترول بانل بتاعنا. طبعا انا عندي حساب جودادي بالفعل، وطبعا شاري منه حاجات كتيرة جدا، دومينات كتير وهوستنج كتير. طيب انت كواحد لسه عميل جديد على جودادي هتبقى مستغرب شوية الكنترول بانل. طيب منين هقدر ادخل على الهوستنج اكاونت بتاعي؟ في القائمة الشمال اللي احنا شايفينها قدامنا دي هنلاقي كلمة هوستنج، هنضغط على هوستنج. فتح لنا قائمة الهوستنج بتاعنا، الويب هوستنج بتاعنا، كل الويب هوستنج اكاونتس اللي خاصة بينا. طبعا انا عندي بعض المواقع لما انا بجيب موقع جديد بيجي لي هنا نيو اكاونت. نيو اكاونت يعني انت عندك حساب هوستنج جديد بس لسه ما ركبتش عليه دومين. طيب قدام نيو اكاونت هنلاقي حاجة اسمها لانش، هنضغط على لانش علشان نبتدي اول خطوة من خطوات تثبيت الدومين بتاعنا على الهوستنج وعمل بعض الاعدادات في الهوستنج. هيفتح لنا اول صفحة من عملية الهوستنج سيت اب. اول حاجة تقابلنا هي اللايسنس، دي اللايسنس بتاع جودادي بيطلب منا الموافقة عليها، بنوافق، بنعمل هنا صح وبنضغط على نيكست. بعد كده بيطلب منا اليوزر نيم والباسورد. هتقول لي ايه هو اليوزر نيم والباسورد؟ ما انا دخلت قبل كده وانا بشترك يوزر نيم وباسورد. لا، ده اليوزر نيم والباسورد بتاع الهوستنج اكونت اللي انت بتشتريه دلوقتي، هنستخدمها في حاجه بعد كده اسمها الاف تي بي اكونت. هو ده هيبقى الاف تي بي اكونت بتاعك علشان تقدر ترفع ملفات السكريبت من الجهاز عندك للهوستنج بتاعك او للويب سايت بتاعك، لازم تستخدم الاف تي بي. هنكتب هنا اليوزر نيم، نخلي بالنا جدا ونحفظ البيانات دي علشان هنستخدمها بعد كده في رفع البيانات او في رفع الملفات بتاعت السكريبت من الجهاز بتاعي للويب سايت بتاعي. هكتب هنا اليوزر نيم اللي انا عايزه يكون من 5 ل 14 حرف، وما يكونش فيه طبعا حروف كابيتال، وما يكونش فيه اي علامات، يعني ما يبقاش فيه سلاش، ما يبقاش فيه اندر سكور، الكلام ده كله يبقى حروف سمول. بعد كده بكتب الباسورد وبعيد كتابه الباسورد تاني وبضغط على نيكست. بعد كده بيدينا بعض المعلومات، الخطوه الثانيه بيدينا بعض المعلومات عن الهوستنج اكونت بتاعنا، الاوبريتنج سيستم ويندوز، وده طبعا شيء مهم جدا، الباندويدز بتاعنا انليميتد، المساحه بتاعتنا 150 جيجا، اقدر اعمل لحد 25 قاعده بيانات اس كيو ال، واقدر اعمل 2 قاعده بيانات اس كيو ال سيرفر. طيب دلوقتي بعد كده هختار الدومين نفسه، لو انا عندي اكتر من دومين او لو انا عندي دومين واحد بس. طبعا هنا سيلكت فروم اكزايتنج، يعني انا هختار دومين من الدومينات اللي بالفعل انا شاريها. طبعا هنا بيجيب لك لسته الدومينات اللي موجوده عندك، بتختار الدومين اللي انت عايز تركبه على الهوستنج ده. طبعا انت كمستخدم جديد هيبقى عندك دومين واحد، يعني انت مش هيبقى عندك الخيارات دي كلها، انت هيبقى عندك واحد بس، فانا ممكن اختار اي دومين واركبه على الهوستنج ده. هختار الدومين بتاعي وبعد كده هضغط على نيكست. بعد كده بيدينا بعض الخيارات، يعني مثلا الاي اس بي دوت نت، الفيرجن بتاع الاي اس بي دوت نت، لو انا بعمل الموقع بتاعي بالاي اس بي هيكون فيرجن 1.1.10 ولا كذا ولا كذا. طبعا سيب الاعدادات دي زي ما هو عاملها لك، وعاملها لك على احدث حاجه، يعني احدث فيرجن مثلا فيرجن 4 في الاي اس بي دوت نت، وهنا بينزل لك معاه بي اتش بي 5، يعني لو انت عندك سكريبت تاني شغال بالبي اتش بي مفيش اي مشكله يشتغل، وتضغط على نيكست. بيفتح لك الشاشه دي لو انت عايز تركب حاجه اسمها اس اس ال سيرتيفيكيت، طبعا ده مش موجود عندنا دلوقتي، هتلاقي مفيش خيارات قدامك، هتضغط على نيكست وهيوصلك لاخر نتيجه وهي الكونفرميشن بتاع كل اللي انت اخترته، المراجعه على كل الاوبشنز اللي انت اخترتها. بيقول لك اليوزر نيم بتاعك كذا، وانت اخترت الدومين الفلاني علشان يكون هو الدومين اللي راكب مع الهوستنج، والويب سيرفر فيرجن اي اس 7، والاي اس بي دوت نت فيرجن اي اس بي دوت نت 4، والبي اتش بي فيرجن بي اتش بي 5، وطبعا ما عندكش اس اس ال سيرتيفيكيت. بعد كده بتضغط على فينش، ومن هنا تبقى انت بالفعل عملت سيت اب للهوستنج اكونت بتاعك وركبت الدومين على مساحه الاستضافه بتاعك. في الدرس الجاي ان شاء الله هنتعلم ازاي عن طريق الاف تي بي اكونت اللي احنا دخلنا اليوزر نيم والباسورد بتاعه هقدر ان ارفع ملفات السكريبت من الجهاز عندي للويب سايت بتاعي، وبعد كده ابتدي اشتغل على الموقع بتاعي.